قصة الصندوق الذي امر السلطان العثماني سليمان القانوني ان يدفن معه في قبره. الدولة العثمانية كان لها مصائب وخاصة في ايامها الاخيرة، لكن كان لها امجاد عظيمة اكثرها في عهودها الاولى. فتحوا القسطنطينية، صدوا الحملات الصليبية، فتحوا شرق اوروبا، تفننوا في العمارة الاسلامية وغيرها من الامجاد. كثير من هذه الامجاد تحققت في عهد السلطان سليمان القانوني الذي للاسف لا يعرف الناس عنه الا التاريخ المشوه. من اعظم انجازاته التشريعات الاسلاميه القانونيه التي جعلته يلقب باسم القانوني. الانجازات الحضاريه هي موضوع حلقتنا اليوم من قصه وفكره وبطل قصتنا هو السلطان العظيم سليمان القانوني. نحن الآن في القرن الأخير من الألفية الهجرية الأولى، يعني في نهاية الألف سنة الأولى من الإسلام، حيث الدولة هي الدولة العثمانية والسلطان هو الخليفة سليمان القانوني العثماني. الذي للاسف لا يعرف عنه بعض الناس اي شيء الا من خلال, من خلال هذا المسلسل المنحرف الذي شوه سمعته حريم السلطان اعرفكم به. ولد سليمان القانوني في طرابزون في عام 900 هجريه 1495 ميلادي، هذا على فكره بعد سقوط الاندلس بثلاث سنوات فقط. وكان والده انذاك واليا على طرابزون. واهتم به والده. اهتماما عظيما فنشأ محبا للعلم، محبا للادب والعلماء والادباء والفقهاء. اشتهر منذ شبابه بالجدية بالوقار. تولى السلطان سليمان القانوني الخلافة بعد موت والده السلطان سليم الاول في عام كما ذكرت لكم 926 هجرية الموافق 1520 ميلادية، عمره انذاك 26 سنة فقط. وقد كانت الاعمال التي انجزها السلطان في فتره حكمه كثيره جدا ذات شان عظيم في حياه الدوله العثمانيه بل حياه المسلمين في الفتره الاولى من حكمه نجح في بسط هيبه الدوله وضرب على ايدي الذين خرجوا عليها بلا طامحين الى الاستقلال يريدوا تفريق الامه معتقدين ان صغر سن السلطان فرصه سانحه حتى يحققوا احلامهم لكنهم تفاجؤوا بعزيمه السلطان القويه التي لا تلين، قضى عليهم واحد تلو الاخر، تمرد الغزالي في الشام، احمد باشا في مصر، جلبي في قونيا ومرعش وتعددت ميادين القتال التي تحركت فيها الدوله العثمانيه من اجل بسط نفوذها على كل من يعني وصلت اليه. شملت في عهد سليمان دوله دوله سليمان القانوني الدوله العثمانيه اجزاء من اوروبا واسيا وافريقيا بل انه سيطر على بلغراد في سنه تسعمئه وسبعه هجريه ضم الى دولته اجزاء من المجر بما فيها عاصمتها بودابست كانت جزءا من دولتنا دوله الاسلام وجعل بودابست والمجر كلها ولايه اسلاميه عثمانيه في اسيا قام السلطان سليمان بثلاث حملات كبرى ضد الدولة ضد الدولة الصفوية التي تبنت المذهب الشيعي بتطرف واسست له في ايران وحاولت ان تنشره في كل الامة، هذا التطرف اثار الى اليوم، اليوم ما زالت الامة متمزقة بالطائفية من اسباب الدولة الصفوية، ولولا وقوف سليمان القانوني لكانت انتشرت. ليس هذا فقط، واجه العثمانيون في عهده نفوذ البرتغاليين في المحيط الهندي والخليج العربي. انتشروا من عمان التي كانوا قد احتلوها فاستولى اويس باشا العثماني والي والي العثمانيين من قبل سليمان القانوني استولى على قلعه تعز سنه 953 ودخلت في عهد عمان والاحساء وقطر كلها ضمن نفوذ الخلافه العثمانيه. ولولا ذلك كانت صي... كان البرتغاليين سيطروا على كل الخليج العربي ادت هذه السياسه الى الحد من نفوذ البرتغاليين ليس فقط في الخليج العربي وانما في كل مياه الشرق الاوسط في افريقيا دخلت ليبيا والقسم الاعظم من تونس واريتريا وجيبوتي والصومال كلها دخلت في ضمن نفوذ العثمانيين في عهد سليمان القانوني واصلت البحريه العثمانيه العسكريه نمت نمو كبير جدا منذ ايام السلطان بايزيد الثاني لكن اصبحت مسؤوله عن حمايه مياه البحار التي تطل عليها الدوله العثمانيه في عهد سليمان زاد قوتها على نحو لم تشهده ابدا من قبل وكان من من قادته المشهورين حتى عند الغرب انا اقرا هذا في الكتب الغربيه خير الدين بربروس من اعظم القاده العثمانيين كان يقود اسطولا قويا يهاجم به سواحل اسبانيا والسفن الصليبيه في البحر المتوسط خير الدين هذا بربروس ما يعرف الناس فضله ولا يعرفون فضل سليمان القانوني بفضل المساعدات التي كان يتلقاها بربروس والاوامر من سلطان, سلطان سليمان القانوني كان يضرب السواحل الاسبانيه وأنقذ آلاف المسلمين في أسبانيا اللي كانوا يتعرضوا لإبادة بعد ما سقطت الأندلس تعرفون إبادة كانت على يد محاكم التفتيش النصرانية هذا بعد سقوط الأندلس فقام في سنة 935 هجرية سبع رحلات سبع رحلات قام بها بربروس إلى السواحل الإسبانية نقل فيها سبعين ألف مسلم أنقذهم من قبضة محاكم التفتيش الإسبانية ونقلهم تم نقلهم الى المغرب العربي او اوكل السلطان سليمان القانوني كذلك الى خير الدين بربروس قياده الحملات البحريه في كل الغرب البحر المتوسط طبعا حاولت اسبانيا تقضي على اسطوله لكن كل مره تحدث معركه كانت تخفق وكانت تتكبد خسائر فادحه اقسى الهزائم التي تلقاها الاسبان على يد العثمانيين بقياده بربروس وخلافه سليمان القانوني معركة بروزة في سنة 945 هجرية انضم اسطول خير الدين بربروس الى الاسطول الفرنسي كذلك في حربهما على ايطاليا كان هناك حلف عسكري بين فرنسا والعثمانيين ضد اي عدو مشترك وساعد خير الدين بربروس ساعد الفرنسيين في استعاده مدينه نيس، كانت بيد الايطاليين سنه 950 هجريه، هذا الذي ادى اسمعوا ان فرنسا تتنازل عن ميناء طولون الفرنسي برضاها تنازلوا عنه للاداره العثمانيه وتحول هذا الميناء الحربي الفرنسي الى قاعده حربيه اسلاميه للدوله العثمانيه في خلافه سليمان القانوني وصار مركز لكل البحريه الاسلاميه في غرب البحر المتوسط هذا كله فقط في الجانب العسكري من عهد سليمان القانوني دعونا ننظر الان الى الجوانب الاخرى من حياته والتي تظهر جانبا عظيما هو ان الانجازات الحضاريه هي التي تجعل الحاكم خالدا ليس الصراعات السياسيه وليس الانقلابات وليس قتل الاعداء والخصوم وانما الانجازات الحضاريه هي التي تخلد الحكام ليس الصراعات السياسيه بالذات. كان السلطان سليمان القانوني شاعرا له ذوق فني رفيع وكان خطاطا من الطراز الاول يجيد الكتابه وكان ملما بعده لغات من بينها كان يتكلم العربيه بطلاقه. كان بصيرا بالاحجار الكريمه كان مغرما بالبناء والتشييد الحضاري. ظهر هذا في اثار دولته. طبعا بسبب الغنى الكبير الذي وصلته الدوله انفق بسخاء على المنشات الكبرى. شيد المعاقل والحصون حصون المسلمين في رودس في بلغراد وانشا المساجد والصهاريج والقناطر في انحاء الدوله خاصه في دمشق مكه بغداد بالاضافه طبعا الى ما انشاه في اسطنبول عاصمتهم من روائع الحضاره والعماره تختلف هذه عن باقي العماره بالذات تختلف عن باقي جوانب الحضاره في امرين العماره اولا امرها بارز واضح ما نحتاج نقرا كتب ونبحث عنها الامر الثاني هو خلودها على مر الزمان العماره خالده روحوا الان اسطنبول شوفوا آثار العثمانيين بالذات آثار سليمان القانوني. طبعا على فكره يعني بعض الناس يقول هذا الإنفاق فيه إسراف، ما في حرج من الإنفاق الواسع على العماره هي تخدم المسلمين، هي تريح المسلمين، تظهر عزة وحضارة وفخامة المسلمين بشرط أن تكون بعد تلبية حاجات الناس. ما يبنون مساجد فخمه جدا والناس تعيش في فقر ولا يبنون قصور هائله والناس ما هي قادره تحصل على وظيفه وشعارنا في ذلك كله البشر قبل الحجر في عهد سليمان القانوني ظهر في عصره اشهر المهندسين المعماريين في كل التاريخ الاسلامي المهندس سنان باشا الذي اشترك مع الحملات في الحملات العثمانيه واطلع على كثير من الطرز المعماريه حتى استقام له اسلوبه الخاص الفريد ويعد مسجد سليمان القانوني او جامع السليمانيه روح اليوم اسطنبول من الذي بناه؟ سليمان القانوني سنه 964 بناه له سنان ومن اشهر الاعمال المعماريه في التاريخ الاسلامي في عهده فن المنمنمات يسمونها الرسوم العثمانية وصل إلى أوج ازدهارة ولمع في هذا العصر عديد من الخطاطين من أعظمهم مقدمتهم حسن أفندي جلبي الذي كتب خطوط جامع السليمانية إذا زرت السليمانية هذه الخطوط من خطه وأستاذه أحمد بن قرة حصاري وله مصحف بخطه وهو يعد من روائع الخط العربي والفن الرفيع، الخط رمز على فكره استبدلت فيه الحضاره الاسلاميه التعبير عن الذوق والجمال بدل ذوات الارواح من الرسوم والتماثيل التي يحرمها معظم العلماء. اهتم الخليفه سليمان القانوني بتوسعه كبيره وهامه في بيت الله الحرام في مكه المكرمه ومهد السلطان سليمان القانوني مهد درب الحج الشامي الطريق من الشام الى الحج الذي سلكه خط سكك حديد الحجاز فيما بعد في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. قامت السلطانه خرم خاتون زوجه السلطان سليمان بايصال مياه عين زبيده الى مكه المكرمه اكملت ما بداته السيده زبيده وكان الماء قد انقطع. زبيده زوجة امير المؤمنين هارون الرشيد هي التي اوصلت المياه الى مكه. جاءت زوجه سليمان القانوني وكملت ذلك. العباده كانت مصدر لتحريك الحضاره في الاسلام والحج كان بالتاكيد مصدر رئيسي من محركات الحضاره. في عهد سليمان القانوني ظهر عدد من العلماء الكبار في مقدمتهم ابو السعود افندي صاحب التفسير المعروف باسم ارشاد العقل السليم. إلى مزايا الكتاب الكريم هذه الإضافات العلمية هي الركن الثاني الخالد للحضارة جنبا إلى جمع جن العمران إذا إضافات علمية مع إنتاج عمراني هذا الذي يخلد الحضارات ليس هذا فقط بنى السلطان سليمان القانوني مكتبة السليمانية زرتها أنا فيها ثمانين ألف مخطوطة لم تطبع حتى الآن وهذا من إهمال المسلمين وضع نواتها الأولى سليمان القانوني وأوقف عدد من المخطوطات على العلماء وطلبة العلم وثبت صفات حدد يعني مهام قيم يعني مسؤول المكتبة وطرق الاستفادة منها والإعارة ما زالت مخطوطات جامع ومدارس ومكتبة السليمانية الأم محفوظة في خزانة السليمانية الخاصة تقدم فهرسها للباحثين الى اليوم كل هذه الانجازات لم تكن سببا في اطلاق اسم القانوني على السلطان سليمان. كل هذه ليست هي سبب عظمته وانما سبب سنعرفه بعد الفاصل ان شاء الله. احييكم وارحب بكم مع قصة وفكرة وحديثنا عن السلطان العظيم سلطان العثماني سليمان القانوني وحدثتكم عن الانجازات العسكرية الضخمة التي حققها والانجازات الحضارية العمرانية وغيرها التي تحققت في زمانه لكن اهم ال الذي اشتهر به السلطان ليس هذا الذي اشتهر به السلطان سليمان القانوني واقترن باسمه هو وضع للقوانين التي تنظم الحياه في دولته التي هي اكبر دوله في العالم هذه القوانين وضعها سليمان القانوني مع شيخ الاسلام شيخ الاسلام يعني اكبر علماء المسلمين في ذلك الوقت وهو مفتي الدوله العثمانيه الشيخ ابو السعود افندي وكانت هذه القوانين تراعي الظروف الخاصه لكل قطر من اقطار دولته وحرص ان تتفق جميع القوانين مع الشريعه الاسلاميه والقواعد التي تعارف عليها العلماء والناس. اذا السبب الاهم لاطلاق لقب القانوني على السلطان سليمان يعود الى قيامه بتدوين القوانين، طبعا هذه القوانين اول من وضعها هو السلطان محمد الفاتح ثم طورها السلطان بايزيد الثاني لكن في عهد سلطان آه سليم تم تطويرها اكثر واكثر فكانت مدونه في السابق الا ان السلطان سليمان كان افضل من قام بتحريرها وتنظيمها وترتيبها وصارت هذه القوانين قوانين على مستوى عالمي، اذا هو الذي قام مع من معه بوضعها وتدوينها ضمن القوانين العثمانيه. شمل هذا الدستور الذي كتبه سليمان القانوني بإشراف مباشر منه أكثر من مئتين قانون كل قانون ينظم شيء من أجزاء الدولة قانون تجاري قانون مالي قانون جمارك مئتين قانون نظمت الشريعة وحولتها إلى أحكام قانونية واضحة التطبيق هذا أمر أساسي لبناء الحضارة الإسلامية الحديثة أحكام الشريعة نعم موجودة في كتب الفقه لكن كيف يحكم بها الناس لا بد أن تتحول إلى قوانين خاصة أن الكتب الفقهية فيها اختلافات فلا بد من حسم هذه المسألة إذا السلطان السليمان القانوني لم يضع قوانين فيها مخالفة لأي شيء في الشريعة الإسلامية كل ما فعله حول الأحكام الشرعية إلى قوانين للمحاكم استنادا على فتاوى كبار الفقهاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام أبو السعود الأفندي فإذا كما تعلمون في الإسلام هناك أقوال آراء للفقهاء وهناك أقوال راجحة وأقوال مرجوحة أقل شأنا اختار السلطان سليمان في بعض المواقع مواضع أقوال ليست مشهورة لكن استند إلى قناعة كبار العلماء ورأيهم من أمثال أبي السعود فندي واختاروا بعض الأقوال المرجوحة لكن رآها أقرب لمصلحة العباد حسب شروط وظروف عصره والقاعدة هنا قاعدة احفظوها ان حكم الحاكم يرفع الخلاف فما دام هناك خلاف بين الفقهاء هذا, جا هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي من الذي يحدد المحاكم على ماذا تعمل الحاكم فاذا كانت هذه القوانين اذا لا تتعارض مع جوهر الشريعة الاسلامية فما هو الضرر من الاستفادة منها بالعكس هي تخدم الصالح العام وظلت هذه القوانين يعني يحكم بها في الدولة العثمانية وعرفت باسم قانون نام السلطان سليمان اي دستور السلطان سليمان وظلت تطبق حتى مطلع القرن التاسع عشر الميلادي الثالث عشر الهجري ونحن ما زلنا اليوم بحاجة لمن يدون لنا دستور متفق عليه للدولة الاسلامية يتوافق مع الشريعة ويعني يجيب على الاسئلة الكبرى نعم هناك محاولات تعددت المحاولات والاجتهادات في عدة بلاد لكن محتاجين ان علماء الكبار يتحدوا على رأي واحد في هذه المسألة اذا لم يطلق الشعب على السلطان سليمان لقب القانوني لوضعه القوانين وانما لتطبيق هذه القوانين بعدالة ولهذا يعد العثمانيين الألقاب التي اطلقها الأوروبيون على سليمان في عصره، يعني الأوروبيين كانوا يسمونه سليمان ذا جريت أو سليمان ذا magnificent الكبير العظيم، يعتبروها أقل أهمية وأقل أثر من اللقب العظيم القانوني، لأنه هنا لا يتكلم عن القانون وإنما يمثل العدالة. إذا لم يكن عهد سليمان القانوني فقط العهد الذي بلغت فيه الدوله اقصى حدود لها من الاتساع وانما هو العهد الذي تمت فيه اداره اعظم دوله في العالم بارقى نظام اداري والاداره كما تعلمون ركن اساسي للحضاره هل فكروا معي هل يوجد مجال واحد في الحياه اي مجال لا يحتاج ولا يعتمد على علم الاداره اذا كان رحمه الله تعالى على مقدره كبيره من التنظيم والتشريع بالاضافه انه كان ورعا حريصا على الا يخالف الشريعه في شيء وكان الناس يستدلون على يعني حرصه على الشريعه انه نسخ بيده القران ثمان مرات يعني مش قرا القران ثمان مرات كتب القران كاملا بيده ثمان مرات وهذه النسخ ما زالت موجوده اليوم في مكتبه مسجد السليمانيه في اسطنبول. القوانين التي وضعها سليمان القانوني ودونها في عهده شكلت ثلاث مجلدات ضمن مجموع كل القوانين العثمانية التي صدرت ونشرت في 12 مجلد كما ذكرت لكم قوانين تشمل اكثر من 200 قانون منظم لكل ما تحتاجه الناس وفق الشريعة الاسلامية اذا السلطان سليمان القانوني وصل الى القمة في الادارة في القوانين في العمارة في الحضارة في الفنون في الاداب ودولة استلمها كانت ست ملايين متر مربع تركها كانت عشر مليون متر مربع وين جماعة حريم السلطان هذا هو سليمان القانوني بالاضافة لهذا لم يترك السلطان سليمان القانوني الجهاد قط في اواخر ايام السلطان سليمان اصابه مرض النقرس كان ما يستطيع يركب الخيل لكن كان يتحامل على نفسه إظهارا للقوة أمام أعدائه بلغ عمره 74 سنة ومع ذلك عندما عرف أن ملك الهايسبرغ أغار على ثغر من ثغور المسلمين قام سليمان للجهاد بنفسه مع أنه في شدة الألم شدة المرض وقاد الجيش بنفسه وخرج على رأس جيش عرمرم في التاسع من شوال 973 هجرية أبريل 1566 ميلادية وصل إلى مدينة سكتوار المجرية كانت من أعظم ما شيده المسيحيون من القلاع في العالم في ذلك الوقت مشحون بالبارود مدافع نصحه الأطباء نصح طبيب الخاص ما, ما يصير تخرج هذا النقرس الذي بك قد يؤذيك قد يقتلك فكان جواب السلطان سليمان الذي خلده التاريخ أحبه أن أموت غازيا في سبيل الله. كان عمره وصل إلى كما ذكرت 73 أو 74 سنة، كان يملك تحت قبضته نصف الدنيا، ملوك الأرض كلهم يخشونه. كان بإمكانه يتمتع بحياة القصور وحريم السلطان، ومع ذلك أبى إلا أن يخرج غازيا في سبيل الله، وفعلا خرج بنفسه على رأس الجيش وهو لا يستطيع أن يركب جواد. وازدادت عليه عله المرض، فكان يُحمل في عربه حتى وصل الى اسوار المدينه، وابتدا في حصارها، وفي اقل من اسبوعين استطاع ان يكسر معاقلها الاماميه، وبدا القتال واشتد النزال، وكان اصعب قتال واجهه المسلمون بسبب متانه الاسوار، لم يرى المسلمون اسوار مثلها، واشتد النصارى المسيحيون في الدفاع عن حصنهم، واستمر القتال والحصار خمسة اشهر كاملة والفتح صعب وازداد صعوبة على صعوبتهم ان المسلمين يعني امام هذا الحصن لم يروا مثله وسلطانهم و و مريض واشتد المرض فعلا بالسلطان وشعر بدنو اجله فاخذ يدعو بصدق بتضرع الى الله تعالى يقول من حضره سمعوه يقول يا رب العالمين افتح على عبادك المسلمين وانصرهم واضرم الن النار على الكفار اعدائهم واستجاب الله تعالى دعاء السلطان فاصاب احد مدافع المسلمين بالخطا ما كانوا يقصدون هذا خزانه البارود اللي داخل الحصن وانفجر البارود بالحصن انفجار هائل من داخل القلعه واخذت اخذ الانفجار جزء من الاسوار ورفعها الى السماء وفورا هجم المسلمون على القلعه وفتحت القلعه ورفعت الرايه العثمانيه على اعلى مكان من القلعه لما وصل خبر الفتح للسلطان سليمان القانوني فرح وحمد الله تعالى على هذه النعمه العظيمه وقال الان طاب الموت خمس شهور من الحصار بعدها خرجت روحه إلى بارئها في صفر 974 وأربعة وسبعين هجرية الموافق سبتمبر ألف وخمسمية وستة وستين ميلادية. فهذه قصة هذا السلطان العظيم. انظروا لما نحكم بالشريعة، ندمجها بالإدارة، نحسن الحضارة، نحسن الفنون، و. تكون للمسلمين قوه جهاديه حقيقيه هذه هي قصه سليمان القانوني وليست قصته حريم السلطان عندما علم المسلمون بخبر وفاه السلطان سليمان القانوني عمهم الحزن بينما على الجانب الاوروبي ما فرح النصارى بموت احد بعد بايزيد الاول ومحمد الفاتح كفرحهم بموت السلطان سليمان المجاهد. جعلوا يوم وفاته عيدا من اعيادهم، دقت اجراس الكنائس في اوروبا فرحا بموته. اثناء التشييع وجدوا انه قد اوصى بوضع صندوق معه في القبر. فتحير العلماء. ظنوا ان هذا الصندوق قد يكون مليء بالمال او الجواهر وقالوا لا يجوز اتلاف المال او الجواهر تحت التراب ولو كان للسلطان فقرروا فتحه فاخذتهم الدهشه عندما راوا ان الصندوق ممتلئ بفتاوى العلماء التي حولها الى قوانين فراح الشيخ ابو السعود يبكي قائلا انقذت نفسك يا سليمان اي سماء تظلنا واي ارض تقلنا ان كنا مخطئين في فتيانا. هل اكتفى السلطان بالمجد العسكري؟ لا جمع معه مجدا اخر حتى سمي بالقانون فكان سلطان المثقفين ومثقف السلاطين كما قالوا عنه اين هذا؟ أين هذا المجد كله من الصورة الزائفة التي شوهت صورة السلطان، أظهرته أنه مجرد زير نساء محب لشرب الخمر. الهدف من تشويه البطولات بهذا الشكل هو تحطيم القدوات، تحطيم النماذج الإنسانية القيادية التي تركت بصمتها في التاريخ. وبالتالي تحطيم معنويات الامه الاسلاميه بتشويه تلك النماذج وتسفيهها وقتل التقدير لها في النفوس والعقول من خلال دس قصص غرام وهميه تماما مثل ما فعل جورجي زيدان في روايات تاريخ الاسلام قبل ان استودعكم الله انشروا مقوله السلطان سليمان القانوني عندما اموت اخرجوا يدي من التابوت لكي يرى لكي يرى كل الناس انه حتى السلطان خرج من هذه الدنيا بيد فارغه